وسهلا مشاهدين قناه انفاس تي في، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم اللي عنده. ضيف ديالنا هذه الحلقه هو فنان كوميدي خريج برنامج كوميديا وعنده بزاف ديال الاعمال من الداخل للخارج. بغيتكم ترحبوا بجواد امين. اهلا سيدي، كيدير بخير سي اشرف؟ كي غادي مع الوقت؟ الحمد لله. كيف وصلتي؟ مزيان الحمد لله. هذا شرف لي كبير. لا الله ينورك، استضاف عندك. الله يكبر. والله العظيم مرحبا. نتمنى انفاس تي في يعني تكون واحد الفسحه صحفيه جديده في الاعلام المغربي. الله يكبر بك تحي. بغينا نعرفوا شكون هو جواد امين. شكون هو؟ فنان كوميدي مسرحي، خريج برنامج كوميديا 2010. شاركت في عدة مهرجانات وطنية وجهوية، والحمد لله كانت المشاركة ديالي ممتازة الحمد لله. بشهادة الجميع. هما اللي خاصهم يقولوا والله. واش جواد امين لقى شي واحد اللي كيدعموا اللي كيعاونوا من الاقارب ولا من ما نكرش؟ زعما كاينوا بزاف الناس اللي انا في واحد الوقت باش وقع كسائر هذوك الخريجين ديال برنامج كوميديا تيوقع واحد الوقت ديال الفراغ ما تلقاش ني ياخذ بيديك ولا كذا. الحمد لله لقيت بزاف المديرين ديال المهرجانات اللي تساعدوا معنا وعيطوا علينا باش نحيوا هذيك الطاقه ديال والخشابه. منهم رشيد اقبلي، منهم يوسف اقبلي عفوا، منهم الكراكشي، منهم بزاف الناس اللي داروا مهرجانات. ما ننساش حسني في 16 وكل وسميتو السيد في الكاره اللي تيدير المهرجان مرايا الضحك. والحمد لله هاد الناس باش تيعيطوا عليك وتيعطيك واحد الفرصه باش تبان راه الحمد لله. الحمد لله تحياتي اليوم. واش معمر جواد تعرض لابتزاز؟ ماشي مره ماشي جوج، ولكن اكثر وحده اللي كانت باينه وواضحه هي باش كنا في برنامج كوميديا. وانا هادشي علاش انا هنايا، حيت التاريخ الكوميدي في المغرب خاصو يكون شي حوايج اللي حتى واحد ما تطرق ليهم. انا بغيت نطرق ليهم واخا هما اسرار، تنعتبرهم اسرار لانهم ما حتى شي حد ما قالهم. انا اليوم جيت لعندك باش نقولهم. علاش؟ باش حتى الانسان اللي كان باغي يدير البحث على ظهور الكوميديا في المغرب يكون عنده مرجع. هذه الحلقه تبقى ربما لسنوات وهي تدور في الانترنت، دونك اي باحث جامعي تيبحث في الكوميديا يلقى واحد المراجع يقدر يعرف شنو طرا وشنو كيفاش وعلاش. وانا نرجع لك السؤال ديالك اللي سولتيني على الابتزاز. في اول مره في الكاستين باش دوزنا الكاستين ديال الكوميديا في 2010 ونجحنا وكنا واحد النخبه ديال الكوميديين 15 كوميدي، كانت واحد السيده تدخل لفيسبوك ديالنا وتتهضر معهم كل واحد بوحدو. حتى واحد النهار من البرنامج هادي؟ لا ماشي من البرنامج. هادي كانت تعرف شكون هما اللي كاينين في الكوميديا. وكانت تهضر معنا على اساس انها لبنانيه، انها من لبنان. عرف هذا ذلك؟ لا لا. وتتهضر معنا وكذا ومن هنا واش بقيتي وكذا ومن هنا، وتتحاول ما امكن تصيفط لنا صور فيها شويه إيحاءات وكذا. واحد النهار كنت جالس مع اسماعيل. هاد اسماعيل هو الثنائي ديال سكيزوفرين في برنامج. قال لي هاد خيتي تدوي معايا حتى انا، ولقينا تدوي معايا شي سته. قول درتها بكم كاملين. وفي الاخر اكتشفنا انه دري. يا لطيف. ماشي بنت. دري كان باغي باش بنادم يدي لواحد من بعد عادي يقول لي اعطيني الفلوس ولا نشر خي هو تي. وانا طرات لي ماشي قالت لي تصيفط لي قدا وقدا ولا نشر. قلت لها ايه انشري ولكن اجر. ولكن اجر. انا قلت لها محتاج فضيحه في المغرب، خصوصا دابا المعايير تقلبات. ما بقاش المعيار في المغرب انك باش بغيتي تشهر انك دير شي حاجه زوينه، تكتب كتاب ولا تخرج ولا كذا. بحال الاخ الصديق باسو خدا الدكتوراه وهذا ما كانش واحد التسليط اعلامي عليه. كو قالوا مثلا راه باسو طاح له الشرط في الحمام كان كلش يدير بوم، فهمتيني ولا لا؟ هاد القيم اللي تبدلات هنا فاش كاين المشكل. كاين جواد كون ما كانش مثلا كوميدي شكون يقدر اش يكون؟ كنكون شاف كويزين ولا نكون هناك زعما نكون استاذ. حيت انا درست المسرح، كنت ندرس المسرح ودرست الطبخ حتى هو درسته والحمد لله. يعني انا تعجبني نعلم الناس شي حاجه جديده، شي واحد ما تيعرفش ونعلمو شي حاجه جديده.
هذا تدول البليزير ديال اكثر اي حاجه فيها استاذ راك حتى كاين فيها انا ماشي باش ندير دور استاذ لا مي انا تعجبني عندي هذاك العلاقه بيني وبين الشخص نعرف نوصل ليه المعلومه فهمتيني هذا الشيء اللي نحب هذه المهنه هذه بزاف امتى كيكون جواد الذهبي فرحان ما نكذبش عليك اهم حاجه دابا في حياتي كامله جربت بزاف الحوايج هي باش الانسان تنسى لي السكتش ديالي ولا العرض ديالي فوق الخشبه وتلقى الناس تيتسناوني برا في هذاك فلالوش يقولوا لي تبارك الله عليك راك كنت ممتاز هناك تفرح ولكن كاين العكس عاوتاني بعض المرات تلقى لك انت حامض راه ما تنعش هذيك الليله فهمتيني الوضع شويه صعيب وتعرضتي حتى بحال هاد الانتقادات كثير كثير انا بعداك نعاود على اول كاستين كان في كوميديا في 2008 هذا كان اول كاستين تيدل للشباب الموهوب اللي عنده موهبه الضحك باش يشارك كنا جينا لكازا باش نشارك وتصور كانت تنقول لك شي 5000 شي واحد العدد وكان عندك كاستين دوز في نهار واحد ما كاينش داك ديال المدن كان نهار واحد عندك تصور جابوا لهم خازنيه باش ينظموا داك الشيء ما تنظمش ليهم وكان واحد وانا وليت نقلب على الحيله كيفاش نوصل ندخل بعدا كيفاش يعطوني النمره باش ندوز كيفاش ندير وعرفتي واحد القتال وفي الاخر مشيت لعند واحد وقلت ليه انا هو مصطفى الاطراسي هذاك الوقت كان ولد خالتي هو مصطفى الاطراسي كان داز في الربيب وكان خدا جائزه الجمهور في كانزو كان ستالو وهو دابا الان رقم واحد في العروض تيخدم يعني بدون تلفزيون بلا راديو بلا اعلانات فقط به هو وخدم الحمد لله زورتي السميه زورت السميه تقريبا او تقمص الدوخي انا كنت نشبه ليه كثير هذاك الوقت وكان عندي انا باش ندوز ولقاوني مع رمزي وفيها باش الله خديت التيكي باش ندوز كيفاش دزت بسميتي انا جواد ما دزتش بسميه مصطفى ولا فهمتي هذاك كانت هي وسيله باش ندخل وانا كنت غلط ربما حتى السيل ديالي كان قريب ليه بزاف في السكيتشات وفي وفي الهضره وفي بزاف من بعد اكتشفت ان العالم ما محتاجش يكونوا فيه جوج مصطفات العالم محتاج يكون فيه مصطفى واحد وربما محتاج ايضا يكون فيه جواد واحد يكون فيه عنده واحد ستيل اخر وهكا باش دخلت اول مره واخا هكا كدوز السكيتش ديالي وما تعزتش في 2008 القدر امتى غادي ندوز معك الكوميديا بغيت نسولك واش نقدروا نشوفوك مثلا في هوليود بوليود واه بزاف بزاف تطلب المستحيل دابا ماشي مستحيل ممكن لا شتات ولا خدمت على راسي ممكن ولكن شوف دابا الممثلين المغاربه اللي دايرين دابا رقم واحد في المغرب واش يقدروا يدخلوا لهوليود فهمتني بوليود مثلا كان نوره فتحي يعني كاينه دايره بوم تغماوي كاين في هوليود تنعرفوا لانه فنان عالمي بعدك السؤال ربما اللي خاصو يطرح هو بعدك وقت بعدك نكون في الساحه الفنيه الوطنيه المغربيه وعاد ديك الساعه نشوفوا الساحه العربيه وعاد نشوفوا الاوروبيه وعاد نوصلوا ان شاء الله توصلوا اليوم كل ان شاء الله شنو هي الحاجه اللي ندمتي عليها درتيها في حياتك وندمتي عليها شي حاجه ندمت عليها درت بزاف الحوايج ما نكذبش عليك كل حاجه وحده حاجه وحده هي بس كنت نلعب بلو ستيل ديال ولد خالتي هذا هو الحاجه اللي غلطت فيها كثير وما كنتش كان عليا نلعب بطريقتي انا فهمتيني وكانوا سكيتشات اللي لعبتهم بطريقتي ونجحوا وكانوا سكيتشات اللي لعبتهم بطريقته وما نجحوش علاش ماشي حيت حيت ربما الانسان خاصو يكون صادق يوصل هذاك الشيء اللي عنده كما هو بدون تصنع غتعاود لينا كيفاش كانت المشاركه ديالك في برنامج كوميدي واش نقول لك فيها بزاف الاسرار عاود لينا بس حنا باش دخلنا الكوميديا في 2010 والحمد لله تعزلت الحمد لله تعزلت بسميتي انا وكانوا ديك الساعه 16 الفرد وني كان 16 موهبه كانوا ما كانش سكيزوفرين في الاول في الاول كان واحد الانسان وجدي واول حاجه اللي ما عارفينش الجمهور الكريم ان هذا الانسان الوجديني كان ما نسيت الاسم ديالو وبلا ما نذكره ربما الله يسهل عليه واش مابقاش يدير محال واش بقى يدير يمكن اعتزل ولا ما نعرف
وكان قال لي جواد الكرويتي قال لي هذا الشخص اختاريناه واخا هو كبير يعني اجي موسى تحيه لجواد الكرويتي وكوتش مزيان كان تيأطرنا الله يعطيه الصحه من المنبر وقال لي اختاريناه واخا كبير في السن عنده واحد الكريماس ديال عالي الايمان هادشي علاش خداه وقلت هو مزيان هاد القضيه هادي مخيره وبقينا متبعين وهو كان معاه حنا كنا تنجمعوا في اللوطيل وكذا وكان انسان صارم من بعيد على الكوميديا تيبان لي انا هو راجل كبير اش دا هاد اللعبه هذا تيقول لك مثلا حنا تنبقاو نضحكوا وكذا ترتاحوا وكذا تقيد نهض فينا ما ديرش واحد المره في واحد الامتحان ديال لاله نورا السقلي استاذه نورا السقلي تحياتنا لها من هذا المنبر قالت لي كانت هي بنت لي زاداك وعندها المسرح وانا ولد المسرح وكانت طلبت منا كل واحد يدير لنا واحد القصة فوق الخشبة ونادت واحد القصة القصة أنا درتها بزمان باش حيت حوايج وبقيتها بالشرط كان هذيك الساعة المسرح والهبال ربما الإنسان الحرية درتها ونور صقلي عجباتو الدراري عجباتو قصة صغيرة فوق الخشبة المسرح أنا درتها بدون ملابس فقط بالشرط تبارك الله فقط وهو ما عجبوش الحال وقال لي لا وهادشي راه حرام وكذا المهم وشغلو هذاك هذاك رايه يحترم وسميته من بعد جا نوبته هو وقالت لي مولاي قالت لي عافاك نوض دير انت شي قصه هو نهض فيها قال لي لا قول لي ايش هكا قول لي يا مسيو وصافي وهنا وقع واحد الشراره بين نور السقلي وهذا المشارك من بعد جا قرار باش المشارك يمشي مشى بحالو فيها باش جاو الثنائي ديال رضوان واسماعيل اللي معروف دابا الان بسكيزوفرين ردوهم خي كانوا في اللائحه كانوا في لا ليست داتونت فيهم باش رجعوا والحمد لله وكانت هذه واحد فرصه شوف اقدار فرصه واحد الحدث اللي غريب شويه وانا واخا انا لا اؤمن بالروحانيات وما ورائيات انسان واقعي المهم كل واحد يخاف الله تبارك الله عليك الله يبارك فيك كلمه اخيره تقولها للمتتبعين ديالك وقناه انفاس تي في نتمنى نكون خفيف الظل ونكون ما ثقلتش على الجمهور الكريم ونكون مهم عطيت بعض المعلومات ونتمنى يكون الله سبحانه وتعالى وفقني باش نوصل مجموعه من الافكار اللي تكون فيها الفائده لجميع الناس وشكرا جزيلا كما تبعتوا معنا كانت حلقه مثيره مع الكوميدي جواد نتلاقاو مع ضيف اخر وحلقه جديده على قناتكم انفاس تي في باي باي.